కాదరి పట్టణంలో ఈద్గా మైదానంలో ఈద్వుల్ ఫితర్ నమాజ్ ప్రార్థనలు వేలాది మంది ముస్లిం సోదరులు భక్తి శ్రద్ధలతో నమాజ్ ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. ముస్లిం సోదరులతో పాటు ఎమ్మెల్యే పివి సిద్ధారెడ్డి, మాజీ ఎంపీ నిజాముద్దీన్, చైర్మన్ నజీమునిసా సాదిక్ బాషా, మాజీ మంత్రి షాకీర్, మాజీ ఎమ్మెల్యే అత్తర్ చాంద్ బాషా, మాజీ ఎమ్మెల్యే టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ కందికుంట ప్రసాద్, వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు పూల శ్రీనివాసులు రెడ్డి, పవన్ కుమార్ రెడ్డి, వైఎస్ఆర్సీపీ పట్టణ అధ్యక్షుడు కేఎస్ బహుద్దీన్, బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు వజ్ర భాస్కర్ రెడ్డి నమాజు ప్రార్థనలో పాల్గొన్నారు. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وسندنا وسراجنا ورشيدنا ومنيرنا ومأوانا ومرجانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في شأن حبيبه نبينا مبشرا ونذيرا: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد معدن الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعلى اله الاطهار واصحابه الاخيار وبارك وسلم. خليفه رسول الله بالتحقيق، خير البشر بعد الانبياء بالتصديق، امير المؤمنين هذا سيدنا ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى عدل الاصحاب مزين المسجد والمنبر والمحراب، امير المؤمنين هذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والايمان جامع القران ذو النورين، امير المؤمنين هذا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى اثر الله الغالب مظهر العجائب والغرائب إمام المشارق والمغاربة، أمير المؤمنين على سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء أهل الجنة حضرت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمي المكرم بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي فضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، امين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم انزل علينا السكينة يا رب العالمين، اللهم انزل علينا السكينة يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا
أمتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله